السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلابنا الغاليين، طلاب الفيزيكس 1، في درس جديد من دروسهم الجميلة. كلامنا النهاردة عن الأنجولار موشن. قبل كده خدنا السيركولار موشن وقلنا إن في جسم بيتحرك في مسار دائري بسرعة ثابتة. النهاردة هنخلي الجسم سرعته تتغير، يعني بدأ بـ V نوت، بعد شوية هتبقى V، سواء زادت أو قلت. الفي نوت تقابلها الأوميجا نوت، والفي تقابلها الأوميجا، وإحنا عارفين إن في علاقة بين الفي والأوميجا، إن الفي بتساوي R في أوميجا، الفي نوت بتساوي R في أوميجا نوت. يعني اكتشفت العلاقات البسيطة دي. المسافة اللي بيتحركها الجسم على المسار الدائري طولها بيساوي إيه؟ بيساوي الـ R في الدلتا ثيتا اللي قطعها. R في الدلتا ثيتا بالراديانز، يعني لازم يكون ده بالراد عشان أضربها في نص القطر يديني الدلتا S. طب والسرعة؟ الـ V نوت بتساوي R في أوميجا نوت، والـ V بتساوي R في أوميجا. طب في تزايد للسرعة وبالتالي تزايد للأوميجا، وبالتالي عندنا حاجة اسمها الأنجولار أكسلريشن. الأنجولار أكسلريشن تتناسب مع الـ AT اللي هو الـ A tangential، فالـ AT بتساوي R في ألفا. طبعا في AR خدناها في شابتر 5 اللي هي بتساوي V squared على R أو أوميجا سكوير R، لسه ما اتكلمناش عليها دلوقتي. دلوقتي بنقول إن في كمان عندنا AT في السيركولار موشن، كانت الـ V ثابتة وبالتالي مفيش تغير في التانجنشال فيلوسيتي او في اللينير فيلوسيتي، وبالتالي ما كانش عندنا تانجنشال اكسلريشن، كان الالفا دي بصفر لان كانت الاوميجا نوت ثابته دايما. دلوقتي عندنا اي تي بتساوي ار في الفا غير الاي ار اللي رايح ناحيه المركز، بتساوي في سكويرد على ار او اوميجا سكوير ار. طيب ايه بقى اللي بيربط القوانين اللي تربط الاوميجا نوت بالاوميجا، بالالفا بالدلتا ثيتا؟ احنا تعلمنا القوانين اللي تربط الفي نوت بالفي، بالدلتا اس، بالاي الاي تي. الكلام ده كان في شابتر سابق، شابتر 2. دلوقتي هنتكلم عن القوانين اللي تربط الانجولار كوانتيتيز زي الدلتا ثيتا، الاوميجا نوت، الاوميجا، الالفا. الاوميجا بتساوي اوميجا نوت زائد الفا في تي، يعني الاوميجا دي بفرض ان الفا موجبة هتكون اكتر من الاوميجا نوت، بتساوي الاوميجا نوت وشوية زيادة. يتحسبوا ازاي؟ نضرب الالفا في التي. الشكل ده شفناه، في بتساوي في نوت زائد اي في تي. دلوقتي بقى اوميجا، اوميجا نوت زائد الفا تي. نفس شكل برضو كان عندنا في سكوير بيساوي في نوت سكوير زائد 2 اي دلتا ثيتا. هيكون عندنا أوميجا نوت سكوير بتساوي أوميجا سكوير بتساوي أوميجا نوت سكوير زائد 2 بدل الـ A ألفا، وبدل الدلتا S هتبقى دلتا ثيتا. هنا كان V نوت، كان V سكوير بقت أوميجا سكوير، هنا كان V نوت سكوير بقى أوميجا نوت سكوير، هنا كان A بقى ألفا، هنا كان دلتا S بقى دلتا ثيتا. طبعا اللي بيتغير يعني نفس ده، بس نقسم على R، يعني لو قسمت ده على R يديني الدلتا ثيتا، ده على R يديني أوميجا نوت، الـ V على R يديني أوميجا، الـ AT على R يديني الألفا. طب العلاقة الثالثة برضو مشابهة، كانت عندنا دلتا X بتساوي V نوت T زائد نص AT سكويرد. هنا عندنا الدلتا ثيتا بتساوي أوميجا نوت T زائد نص ألفا في T سكويرد. واخر علاقة برضو مشابهة، دلتا ثيتا بتساوي الـ V نوت زائد اوميجا على 2 في تي. في اللينير موشن كان عندنا دلتا اكس بتساوي V نوت زائد V على 2 في تي. هنا كل الموضوع ان قسمت الدلتا اس او الدلتا اكس على ار بقت دلتا ثيتا، وكل V قسمتها على ار بقت اوميجا نوت او اوميجا. طب العلاقات دي موجودة عندك في الشيت في الامتحان، مش محتاج تحفظها ولا حاجة. طيب لو اداني N نوت اللي هو الـ revolutions per minute مش per second،
احنا بنشتغل بالريفوليوشنز بير سكند، لفه في الثانيه، عدد اللفات في الثانيه. اجيب الاف نوت ازاي؟ او الان نوت على 60. ولو اداني الان، طبعا دي البدايه، ولو اداني الان اللي هو النهايه او في اي مكان اخر او في اي لحظه اخرى، اقول ان اللي هي ريفوليوشنز بير مينت على 60 يديني الاف. الاثنين دول اللي بستخدمهم في حساب الاوميجا وحساب الفي. عندنا الاوميجا نوت بتساوي 2 باي اف نوت، والاوميجا بتساوي 2 باي اف، والفي نوت بتساوي اوميجا نوت في ار، والفي بتساوي اوميجا في ار. كل واحد ريف بتساوي 2 باي. القوانين دي دايما نشتغل فيها بالراد، يعني 2 باي راد. الواحد ريف، واحد ريفوليوشن، اللفة الكاملة بتساوي 2 باي راديانز او 2 باي راد. شغلنا في القوانين بيكون بالراد. الناتج لما يطلع ممكن نحول الريف حسب طلبه او نسيبه راد برضو حسب رغبة الممتحن او شكل السؤال. لو اداني بالراد لازم احول بال، مثلا اداني دلتا ثيتا بالريفوليوشن، لازم اضربها في 2 باي عشان تبقى بالراد. هنا لما يطلع الناتج هيطلع بالراد، اقسم على 2 باي ممكن اخليه بالريف. احنا قبل كده قلنا ان الاي ار بتساوي اوميجا سكويرد ار. في البداية اوميجا نوت سكويرد ار او في نوت سكويرد على ار. لو كان في لحظة اخرى هتبقى اوميجا سكوير ار او في سكوير على ار. لما يكون عندنا اي ار وعندنا اي تي، الاي تي ثابتة، طالما ان الالفا ثابتة يبقى الاي تي ثابتة، لكن الاي ار بتتغير. ده الاي ار نود مثلا، والاي ار عموما هي بتساوي اوميجا سكوير ار. فلو طلب في البدايه يبقى اوميجا نوت سكوير ار او في نوت سكوير ار على ار، في نوت سكوير على ار. ولو طلب في اي لحظه اخرى ما مش هيبقى في اوميجا نوت، هيبقى في سكوير بس على ار اوميجا سكوير ار. الاي نت او الاي ريزلتنت بتساوي الاي ار تربيع زائد اي تي تربيع تحت الجذر التربيع. هناخد مجموعة أسئلة تعمق فهمنا للقوانين والعلاقات اللي قلناها. بيقول موتور روتيتس أويل يونيفورم وذ فريكونسي اف 4 هرتز، يعني اديها لنا جاهزة هنا دي راد بير سكند. وين ذا موتور از سويتشد اوف ذا ويل كامز تو ريست، يعني الاف النهائية بصفر والاف نوت هي اللي بأربعة. At a constant angular acceleration ده الألفا، مديني المجنيت بتاعها 4.2 راد بير سكند سكوير، طبعا بالسالب لأن هي بتقلل السرعة. Find the number of revolutions needed for the wheel to come to rest. يبقى هو مديني الأوميجا النهائية بصفر rest، والأوميجا الابتدائية أحسبها من هنا اللي هي 2 باي اف نوت. يبقى عندي أوميجا نوت وعندي أوميجا النهائية بصفر وعند الألفا، أقدر أحسب الثيتا من القانون الثاني. الأول الأوميجا نوت بتساوي 2 باي اف، 2 باي ضرب 4 طلعت 25.13. طبق القانون الثاني اللي هو الأوميجا تربيع بتساوي الأوميجا نوت تربيع زائد 2 ألفا في دلتا ثيتا، هتوقف يبقى صفر. حسبنا الأوميجا نوت ب 25.13 ربعها، الألفا طبعا بيقل فماينس 4.2، يطلع الدلتا ثيتا بالراد 75.2 راديانز. اقسم على 2 باي عشان احولها بالريف لانه طالب نمبر اوف ريفوليوشنز، تطلع 11.97 ريفوليوشنز. سؤال كمان بيقول ات تي ايكوال 0 اويل اوف ريدياس ار 1.2 متر از ات ريست، يبقى الاوميجا نوت بصفر. بوينت بي اللي هي دي از اون ذا اكس اكسس انيشيال از شون، The wheel is accelerated uniformly by alpha مداني 0.15 rad per second square، مجابة طبعا انه كان ريست زاد سرعته. What is the linear velocity of the point P when it reaches the positive y axis، يعني بعد ما تحرك من هنا تيجي هنا، يعني قطع ثيتا مقدارها 90 درجة اللي هي باي على 2، يبقى ثيتا او دلتا ثيتا بتساوي باي over 2. طيب عندنا الألفا وعندنا الأوميجا نوت بصفر،
لو عرفت الأوميجا النهائية أقدر أضربها في ار أجيب السرعة. فالأوميجا نوت سكوير بتساوي الأوميجا سكوير بتساوي أوميجا نوت سكوير زائد 2 ألفا دلتا تي. هو قال لي بدأ من صفر واداني الألفا 0.15، موجبة لي إن سرعته بتزيد، بدأ من الصفر واداني الدلتا تيتا اللي هي باي أوفر 2. أقدر أحسب الأوميجا؟ أه، طلعت الأوميجا 0.686 راد بير سكند. لما أضربها في ار يديني اللينير فيلوستي، فالفي بتساوي أوميجا في ار، نفس اللي طلع لي ده أضربه في ار اداني اللينير فيلوستي بالمتر بير سكند. سؤال كمان بيقول A rotating wheel of radius r equals 12 سنتيمتر slows down uniformly from 2000 rev per minute to 200 rev per minute within 15 seconds. يبقى هو مديني ال F نوت أو ال N نوت بقى عشان rev per minute أقسمها على 60، يديني قسمت ال 2000 على 60 اداني ال F نوت، أضربها في 2 باي اديني الأوميجا نوت. ده الأوميجا النهائية 200 ريف بير مينت أقسمها على 60، يبقى إداني الإف النهائية أضربها في 2 باي إداني الأوميجا. إحنا عندنا الزمن وعندنا الأوميجا نوت، الأوميجا نوت والأوميجا، يبقى العلاقة بتقول إن أوميجا بتساوي أوميجا نوت زائد ألفا في تي. هو طالب هنا الأنجولار أكسلريشن اللي هي الألفا، ومديني الأوميجا الابتدائية والنهائية ومديني الزمن. القانون الأول جميل، بس أحول الـ N أول حاجة الـ F وبعدين أضربها في 2 باي عشان يبقى أوميجا. أحول الـ N نوت لـ F نوت أقسمها على 60 وبعدين أضربها في 2 باي تبقى أوميجا نوت، وبعدين الألفا مجهولة والزمن 15 ثانية. أقدر أطبق دلوقتي، أقول احسب ده واطرح منه ده واقسم على 15 يديني الالفا. طبعا هو سرعته كانت بتقل، طلعت بسالب 12.6 راد بير سكند سكوير. ويل فايند ذا ماجنيتيود اوف توتال اكسلريشن، يعني النت اكسلريشن اوف ا بوينت اون ذا ايدج اوف ذا ويل وين ات روتيتس ات 30 ريف بير مينت. يعني اديني اوميجا مختلفه، لا ال 2000 ولا ال 200، اديني اوميجا او مديني نقول ان مختلفة، أحسب منها الـ F بعدين أحسب منها الأوميجا. يبقى مبدئيا كده الـ AT ما بتتغيرش، ألفا في R، الألفا عندنا حسبناها 12.6، عايزين نجيب ماجنتيود في بوينت 12 اللي هو 12 على 100، تاني 1.51 متر بير سكند سكوير، ده الماجنتيود. لو عايز تحط هنا ماينس حط واطلع هنا ماينس، بس لما تربع تحت الجذر مش هيفرق معاك. طب بالنسبة لل AR، الأول أحسب الأوميجا، الأوميجا اللي هي 30 على 60 إداني F أضربها في 2 بار بدل الأوميجا، كل تربيع في R يديني الـ AR، يبقى 2 بار 30 على 60 كل ده يمثل الحتة دي تمثل الـ F، أضربها في 2 بار تمثل الأوميجا، أربعها واضربها في نص القطر يديني الـ AR. فممكن تحسبها شوية شوية، تقسم دي على 60 تطلع نص، اضربها في 2 باي تطلع باي، بعدين ده الباي ده اللي هو الأوميجا، تربعها وبعدين تضربها في الـ R يدينا الـ AR. اخد الـ AR دي اربعها مع الـ AT اربعها تحت الجذر التربيعي يديني الـ A total أو الـ A resultant أو الـ A net اللي هي 1.92 متر بير سكند سكوير. موضوع ثاني في نفس الشابتر اسمه التورك، إن شاء الله هنأجله لفيديو آخر، هنشوفه إن شاء الله في الفيديو القادم.